استعاذة بالله من كل شيطان وبسم الله بسم رحيم الرحمن استعاذة بالله من كل شيطان وبسم الله بسم رحيم الرحمن رب عالم خالق للأكوان صلاة وسلاما على النبي العدنان صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد ابن عبد الله رفيع المقام سخي البنان بدأت ببسم الله والحمد أولا بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا وبعد أيها الإخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحاب وخير من تلفع في ثياب وخير من مشى فوق التراب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو قلق الزمان والله لو قلق الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو ماء البحار بجمعها والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قبر النبي والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولى واختفى تكفيه لقيا تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف اللهم صل اللهم صل اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نسألكم جميعا الفاتحة على روح أمواتنا وأموات المسلمين جميعا على روح الحاج عبد المنعم ياسين رحمة الله عليه والحاج حسين شاكر رحمة الله عليه والحاج نبيل عبد الله رحمة الله عليه والحاج علي أبو عوض رحمة الله عليه والحاج محمد محمود عبد الله رحمه الله والحاج محروس درويش رحمه الله والحاج رضا عيوس رحمة الله عليه والشيخ صبحي سيف الدين والسيد الأستاذ الدكتور طاهر أحمد عبد الله والمرحوم الحاج ماهر محمد عيد الدين
رحمة الله عليهم جميعا وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين، ارحمهم جميعا رحمة واسعة. نتحدث إليكم من هذا المكان الطاهر، قرية المنايل، مركز الخنكة بمحافظة القلوبية، حيث الاحتفاء والاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات. واستضفنا لحضراتكم علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ العالم الشيخ الدكتور أسامة الهواري قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. كما استضفنا لحضراتكم القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون العربي وفخر المبتهلين بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سرية. كما استضفنا لحضراتكم فضيلة العالم الداعية الإسلامي الكبير الشيخ عثمان خطاط الداعية الإسلامي الكبير. نسألكم جميعا قراءة الفاتحة على روح شهداء الوطن من الجيش والشرطة وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، وخير ما نبدأ به هذا الحفل الاحتفاء والاحتفال بالمولد النبوي الشريف من هذا المكان الطاهر قرية المنايل مركز الخنكة قليوبية. اسأل ربي في علاه ان يبارك على كل من ساهم على استعداد هذا الحفل المولد النبوي الشريف، وان يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا. وخير ما نبدأ به القرآن الكريم، ايات الله البينات، وفضيلة القارئ الشيخ اسامة سامي الهواري قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بأولاد والمقيم بمنيا السنة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. يتفضل منا مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياء. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج
إذا قضى منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من وما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
واتق الله أمسك عليك زوجة أمسك عليك زوجة واتق فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ذلك
وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالة
ما كان محمد ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم كل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. ولا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. لا اله الا الله. ايوه يا دكتور. وسبحوه بكرة واصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
يا رب يا رب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سيدنا النبي الله صل عليه. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع أذيب
وتوكل على الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. عشنا واستطعنا واستمتعنا من كتاب الله الكريم ايات الله الهنان تلاها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ الدكتور اسامة الهواري القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون بجمهورية مصر العربية وقد نقلناها لكم من هذا المكان الطاهر قرية المنايل مركز الخلكة بمحافظة القلوبية. نسألكم جميعا قراءة الفاتحة على روح السيد اللواء عبد الواحد محمود عبد الله وفضيلة الشيخ عبد الشافي عطية عبد الله والحاج محمد عبد الغني عبد الله والحاج يسري عبد الغني عبد الله والحاج سيد محمود عبد الله والحاج احمد عبد الباقي عبد الله وامواتنا واموات المسلمين جميعا وشهداء الوطن من وزارة الداخلية والجيش وامواتنا واموات المسلمين عامة بجمهورية مصر العربية وخاصة بقرية المنايل مركز الخلكة القليوبية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات وانتقل للإذاعات الخارجية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزه بمحافظة الشرقية كما نقلها لهم من داخل مفخرة الفراشة وقصر قياس المتنقل الذي جمل وجمل بمعرفة فراشة الحاج جمال عويس وأولاده بالمنايل مركز الخلكة قليوبية خدمة النت العالمية عبر العالم فهي لعليدي مصورين مصر المهندس ناصر صلاح تحت إدارة المهندس محمد ناصر صلاح والمهندس صلاح ناصر صلاح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية خدمة الضيافة المميزة العالمية والمتنقلة عبر أنحاء مصر وفي أبو إسماعيل تحت إدارة المتر محمد إسماعيل والمقيم بالظاهرية مركز التل الكبير بالإسماعيلية خوتنا إخوة الإيمان والإسلام وهذا الاحتفال النبوي الشريف
من هذا المكان الطاهر. كل عام وحضراتكم بخير، ونتمنى من الله عز وجل بحق هذا الشهر المفترج عندك يا رب العالمين، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ان تزيح الغمة والوباء عن شعب مصر خاصة وعن العالم اجمع يا رب العالمين. وبمشيئة الله تعالى نوضح لحضراتكم وننبه حضراتكم بليلة مولانا العارف بالله مولانا الشيخ محمد عبد الرحمن البدوي بالاحتفال النبوي الشريف يوم 30/10 بمشيئة الله تعالى، يوم الجمعة 30/10 بإذن الله تعالى بالساحة المحمدية الإلهية، ساحة مولانا العارف بالله الشيخ محمد عبد الرحمن بدوي. وكل عام وأنتم بخير. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام،